بالعراق، العراق اللي هو ولاد، اللي بيه أكثر من 1500 قاضي، وبيه 350 قاضي من الدرجة الممتازة، وبيه آلاف الأساتذة الجامعيين، تعصى على الـ 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 يعني الكابينة الوزارية، تعصى على البرلمان، تعصى على أصحاب القرار السياسي. يعني من الغريب جدا أنه لا يجدون شخصية ملائمة لرئيس مجلس وزراء. بس سلام، هو رفع صورته قبل التكليف، رفعت صورته من قبل جهات معروفة أيضا، خمس شخصيات رفعت صورهم من قبل شخصيات. وبالحقيقة حتى العلم مال الجيش السوري الحر في مرة من المرات اجت بنية ورفعته، هذا لا يعني بأنه هذه الشخصية تلاقي ترحيب بالساحات. وأي شخص يوصل إلى ساحة التحرير ويوصل إلى ساحة الحبوب ويوصل إلى ساحة الصدرين يعرف بأنه محمد توفيق علاوي لا يلاقي أي ترحيب ولا يلاقي الدعم الساحات.